حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفياء وامدها ثنيه الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها